السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الناس طبعا اللي كانت بتيجي وحشتني، والناس اللي كانت ما بتجيش برضو وحشتني قوي. ان شاء الله كده هي فترة هتعدي باذن الله. بس بحاولت ان انا اساعدكم شوية، لان في ناس كلمتني وقالت لي يا مس رباب ما تسيبينش كده، فبحاول اساعدكم. اللي عاوز اهلا وسهلا بيه، واللي مش عاوز برضو اهلا وسهلا بيه. النهاردة هناخد درس اسمه Arithmetic Series. الارثمتيك سيريس دوت احنا اخدنا قبل كده حاجه اسمها ارثمتيك سيكونس. الارثمتيك سيكونس ده كان عباره عن لما كان عندي مثلا A و A مثلا A1 A2 A3، ده كان اسمه ارثمتيك سيكونس، يعني عبارة عن terms، يعني عبارة عن sum of terms أو set of terms. أوكي، الأرثمتيك سيريس ده لأ، ده مختلف تماما، عبارة عن sum of terms، يعني A1 plus A2 plus A3 so on. يبقى انا بشتغل مع مين؟ بشتغل مع الصم بتاع الارثمتيك ايه سيكونس، باخد الصم بتاعه. طيب لو كان احنا عندنا مثلا الاول كمثلا بيجي يقول لي 1 2 3 4 5 6 7 اوكي لغايه مثلا 100، فكان بيجي يقول لي هاتي لي الصم بتاع دول. فانا طبعا عشان اجيب الصم بتاع دول بيبقى صعب شويه عليا، فبقول كده لو انا اخدت 1 مع ال 100 هتديني كام؟ يبقى 1 بلس 100 هتديني 101. طيب لو اخدت مين اللي قبل هنا في 99، لو اخدت 2 بلس 99 هيديني برضو مين؟ 101. لو اخدت 3، يبقى لو اخدت 2 مع مين؟ مع 99. ولو اخدت 3 مع لو اخدت 2 سوري اه مع 99، لو اخدت 3 مع 98، 3 مع مين؟ ال 98 برضه هيديني مين؟ 101. طب انا عندي كام جروب من دول؟ قال لي عندي 5 جروبات، اللي هو 1 2 3 4 5 وهنشتغلها، يبقى 5 باي مين 50 سوري 50 جروبس، اللي هي 1 هنشتغل بقى ال 1 مع ال 100 وال 2 مع وهكذا، يعني نصهم كام؟ نصهم 50 ملتبلاي مين 101، هنعملها بقى ونشوف تطلع لنا كام. اوكي، بس دي كانت شغلانه كبيره جدا ان انا اجيب السم اوف اي سيكونس كده بالطريقه دي، صعبه قوي. فقال لي طب خلاص ماشي اوكي، انت دلوقتي عندك اول ترم، لو انا عندي مثلا 3 5 7 9، دي سيكونس. اوكي طبعا لو فاكرين مين هي الدي، ها مين الدي؟ اللي هي كومن ديفرنس. الكلام ده فاكرينه ولا لا؟ كومن ديفرنس. بيجي زي كومن ديفرنس ده بناخد ال 5 ماينس 3 او ال 7 ماينس ال 5، يعني ايه فاكرين ايه؟ ان بلس 1 ماينس مين؟ ماينس اي ان. ده مين هو؟ ده الدي. طيب وعندي ال A اللي هو الفيرست تيرم، وال AN او ال L بنسميه لاست تيرم، بنسميه ايه؟ لاست تيرم. طيب قال لي هنا بقى عندي تو رولز، في رولز عندنا بناخدها، الرولز دي عشان نبقى حافظينها. لو انا عايزه اجيب السم بتاع اي سيريس اللي هو مثلا SN ايكوال، قال لي SN ايكوال N اوفر 2، وبنفتح كده براكتس ونحط فيه A1 plus L أو A1 plus AN. مين ال A؟ ده ال first term. مين ال L؟ ده ال last term. طب وهل في رول تاني؟ قال لي في رول تاني لو ادينا داتا تانية خالص. في رول تاني عندنا اللي هو مثلا لو هو مديكي ال A ومديكي مين؟ ال بصوا معايا هنا SN ايكوال، هو مديكي بقى الفيرست تيرم ومدينا الديفرنس اللي عندك، هيبقى برضو ان اوفر 2 زي ما هي، ونفتح نحط 2a بلس ها ان ماينس 1 دي. طيب مين ال a يا مس ربو؟ ده الفيرست تيرم. مين الدي؟ كومن ديفرنس. طيب مين ال n؟ ال n النمبر اوف تيرمز، number of mean terms. Do you understand؟ يبقى أنا كده عندي هنا الأرثمتيك سيريوس، فهمنا لو أنا عايزة أجيب، يبقى دول عندي اتنين، دول two rules مهمين جدا لازم كلنا نكون عارفينهم. التو rules دي عندنا التو rules مهمين قوي، أجيب إزاي ها sum of mean الأرثمتيك سيريوس أو sum بتاع كذا term. أوكي شكرا.